مساء الخير مشاهدينا الكرام، نقول لكم صحة، رمضانكم كل عام وانتم بخير تصوموا وبصحة. ولهنا معكم الشيف نينا من قناة الوطنية تيفي اللي راح نقدم لكم هذا الشهر الفضيل كل يوم وصفة جديدة في المملحة والتحلية. تابعونا مع هاد المقادير. الوصفة الأولى هي مملحة كروستيونت بالدجاج دي بول بريستيج مع لي بان دو مي. نجيبو البان دو مي تاعنا، هذا هو البان دو مي، كونو قطعناه دي روندال صغار مدورين، وكي تكونوا تقطعوه ما ديروهش سوغ بلاس، اوموان ساعة باش يشد روحو. الخبز يا اخي يضربوا الهواء ييبس شويه. عندنا 200 غرام تاع بولي اشي، عندنا فرماج طري جبن ابيض 200 غرام، عندنا مغرف تاع خردل لا موطارد، عندنا كورنيشون للتزيين، عندنا للتزيين ايضا ذره وطوماط سوريس، عندنا زيتون اسود، عندنا زوج حبات بيض ومعاهم زوج مغارف تاع حليب. المغارف تاع الحليب لازم باش تجيكم الوصفه ناجحه. عندنا الخبز هدايا يخلي بان دو مي دو كاري، كي نقطعوهم هذاك لو تور هذاك نحكموه نديروه في الفوق، اي ابري نشفوه مليح، نعاودو نخرجوه نزيدو ندخلوه لا دوزيام فوا ونرحوه في الغبو تاعنا، تحصلوا على هذا البان دو مي محمص. يلا تابعونا نبداو في المقادير على بركة الله. عدنا له سكنجبير من توابل أبو عصام اللي أنا نخدم بهم بزاف، جودة عالية. عدنا التوابل اللي نسحقوهم، سكنجبير اللي نديرو منه شوية الدجاج يعطي ريحة مليحة، عدنا توابل الدجاج تاع سبيسيال تاع البولي من عند توابل الحاجة مغنية، توابل جودة عالية أنا نستعملهم بزاف في أطباق توعي. عندي التوم مرحية شوية برك ما نديروش بزاف. نخلطوا الدجاج تاعنا مشاهدينا الكرام، أنا دايما كي نحط الدجاج تاعي نديرلو مغرف تاع زيت ونخليه في الفريجيدار حتى وين نديرو. نزيدولو الملح نخلطو مليح، نخلوه يرتاح شوية، نروح نديرو مقلاة فيها الزيت سخن، نجيبو ان بلا اللي نديرو فيه لي بولات. انا ندير لي بولات هكا مدورين، نحبهم كي يكونوا مدورين مع لي بان دو مي يعطوا شكل شباب وديكور هايل. في رمضان نتشهاو العين تاكل قبل الفم، معناتها كل ما نكونوا دايرين حاجه شابه وبيان بريزونتي ديكو تعجبهم. مشاهدينا الكرام شوفوا كيفاش، يعني وصفة خفيفة وسهلة تقدروا ديروها، ما تكلفش بزاف ومام في الوقت غابيد. في رمضان نحبو دايما نديرو لي سالي جدد وانواع جدد، كل يوم نجيبو وصفة جديدة. قعدوا معانا وكتبوا، كل يوم نعطيكم وصفة. انا حبيت ندير الدجاج هو الاول بيسك الدجاج باش يبرد على جال الباندومي. انا راني خلطت البيض تاعي مع ثلاث مغارف تاع الحليب، وبلا ما ننساو نديرو لهم شويه تاع الملح باش ما يجيش صامط، وندير لهم شويه تاع خميره كيميائية اللي قلت لكم عليها باش تجي في الدجاج يجي خفيف.
من هاد لاستوس نعطيها لكم لي بولات تاع الدجاج باش يجوكم طرايا، سواء في لي بولات هادو ولا كي ديروهم اون صوص، ولا ديرو طاجين زيتون هذاك بالدجاج الابيض تاع لي بولات. تاني كنديرو فيه شويه الخميره لخاطر تعطيه قوام هايل. احنا نديرو هكا، نرجبدوها، نجيبو هادي منا باش تسهل علينا، هي بخير نرمدوها في لا شابلوغ تاعنا. وماشي لازم، ما تقدروا لا شابلوغ ديروا من عندكم، بصح انا ما نحبش التبدير، التبدير ما يحبوش ربي سبحانه. صافي نديرو تانيك بهذيك البقايا تاع الباندومي، يعني الباندومي عندنا بزاف وصفات ماشي غير الوصفه هذه، كاينين بزاف وصفات تاع الباندومي. دوكا المملحات رانا كل خطره نزيدو نديرو موديل جديد. ما عليكم غير مشاهدينا تبعونا وديروا الوصفات تاعنا اللي نديروهم، وان شاء الله ينجحوا. اكتبونا في الانستغرام تاع الوطنيه تيفي، اكتبونا تاع الفيسبوك، قولوا لنا الوصفات اللي تحبوهم نديروهم لكم. نخلوهم دي بولات هكا مدورينه، من بلاطيوهمش باش يجوا شابين في الديكور.
نجيبو بابي كويسون ونحطوه ما ياخدوش وقت كبير ويطيبوا بالخف. الحليب يحمرهم يديرهم حمورة اون بلوس يعطي لهم قرمشة بنينة بزاف. هادو لي بولات تاعنا الاولين جوغ دي كروكيت برك جوغ دي كروكيت برك بلا بسكالوب اشي هذا ما كان. وصفة سهلة وخفيفة نحبو نوعو احنا في رمضان كل خطرة نديرو وصفة جديدة وان شاء الله تجربوها وتكون ناجحة وتعجبكم مشاهدينا الكرام. ماشي حاجة لي انا ما حبيتش نقلي الباندومي مع الاول حبيت نخليه هو الدوزيام خير منها الدجاج يكون برد ومنها الباندومي كي تقليه مع الاول وتخليه بزاف يستنى تروح له الكروستيونت تاعو معناتها كيما نتوما قبل الاذان ولا ساعة من القبل ولا ديروه ما ديروهش عشية كاملة ولا تروح له هذيك لا كريستيون تاعو. راني وليت لكم مشاهدينا الكرام باش نكملوا الوصفة تاعنا ونزيدو نديرو التحلية كما تفهمنا مع الحلقة كي بديناها قلنا باللي نديرو مملحة ونديرو تحلية. هيا ما تزابيوش كملوا معنا. عندنا الفخوماج الجبن الابيض اللي قلتكم عليه من قبل شوفوا الاختياري نقول لكم اللي يحب يدير الجبن تاع الثوم اللي يحب يدير الجبن تاع المعدنوس اللي يحب يدير تخوا فخوماج كيما حبيتو. انا نحب الجو تاع لاموطارد مع الفخوماج وانتوما الجو اختياري. شوفوا كيفاش تولي الكريم تاعنا اي تريح ريحه شابه شاهدكم في الجنه على بالي رانا صايمين وبخومي جور وراسنا يوجاع مي معليش شاهدوا نودو ديرو. شوفوا كيفاش تقلات حمارت قلت لكم باللي الحليب يحمرها و جو بريفير كو تحمر ما تقعدش بيضه باش تنجح لكم الوصفه وتجي بنينه ما تخلوهاش بيضه. كاين بزاف لي ديكور تاع رمضان كانوا مع الاول ما يديروش مي دوكا نشوفوا بلي كامل يزينوا ديارهم بديكور تاع رمضان بالفانوس انا نقول لكم ما منزينوا هاد الطاولات لرمضان نزينوا قلوبنا نكونوا متحبين نكونوا اوفياء نكونوا نحبوا كيما نحبوا روحنا نحبوا الغير. هذا واش نقول لكم انا. ما كاش حاجه اسهل منها سهله خفيفه مليحه ونبدلو ماشي غير البوراك ديكور تاعها سهل بريزونطابل تجي شابه. واني حندي لكم وحده
فيها زوج، هادو لي عينيهم كبار كيما انا كندير التوعية في الدار، دايما ندير زوج منديرش وحدة. مشاهدينا الكرام، عاودت وليت لكم بالتحليه، تحليه السيترون تيراميسو سيترون. واش عندنا؟ دونوا المقادير، ما ننساوش كيما دونا المملحات نزيدو نديرو التحليه. عندي زوج مغارف تاع سكر، لا هاد تيراميسو باش نفهمكم، فيه دو كريم، فيه كريم تاع الماسكاربون اللي حنخدموها بلا مارك غوستو اللي حتكون مع فرماج ماسكاربون، واللي راح تكون فيها تانيك لا كريم سيترون. نبداو، فيها زوج مغارف تاع سكر، فيها نص كاس تاع سيترون، فيها زوج مغارف تاع نشا، فيها غوستو سيترون، فيها فرماج ماسكاربون 250 غرام، فيها كاكاو للتزيين وحبه بيض، ولازم يكونوا عندنا لي بودوار. نبداو نديرو السيترون تاعنا، نديرو له زوج مغارف سكر ماشي معمرين، نزيدو نديرو معانا زوج تاع المايزينا. انا لي كريم توعي لا بلوبار نديرهم بارد في بارد، ويجو ملاح ويجو خفاف، وكل واحد كيفاش يحب، مي طريقه سهله للمبتدئات ومليحه تساعد وتكون خفيفه عليكم. نخلطو المزيج كامل، نمزجو كلش. قولوا لي بلي ما درتيش لافانيا نينا. وي ما درتش باسكو الريحه تاع القارص تغلب، معناتها كي تكون القارص كتر ما نديروش، باسكو ديجا دوك نديرو الماسكاربون مع غوستو مع ما تقعدش ريحه البيض. ومنها نروحو للبيتران، نديروه ايدور، ما كاش حاجة لي نحبها كيما لي كريم وصوت البيتران كيكون ايدور، حاجة لي تفرحني بزاف. ما نعرف ولا نتوما كيما انا ولا لا لا. شوفو نديرو بالمغرف باش ما تقولوليش اعطينا الكيل، نديرو 3 مغارف تاع غوستو ونشوفو. شوفو 3 مغارف دوك تطلع واحد لاكريم بزاف بنينه، جربوها ورجعوا لي بالخبر. راح نديلكم شويه ازعاج بالصوت. نولو لا كريم تاعنا اللي راهي بدات تعقد. ديروها تعقد مليح، لي تيراميسو دوكا ولاو بزاف طوندونس وخفاف، و يعني هما تحليه بارده اللي تتقدم. هي تيراميسو الذوق الاول اللي كنا نديروه ذوق القهوه، مي دوكا زدنا فليغو بيس كاين بزاف الناس اللي ما تحبش القهوه. شوفوا كيفاش عقدت لي، قلت لكم باللي حاجه غابيد وبالخف تعقد. سمحوا لي على الصوت. لاكريم تاعنا طلعت تاع الماسكاربون،
شوفوا القوام تاعها كيفاش ولا، شوفوا القوام تاعها كيفاش ولا، شوفوا القوام تاعها كيفاش ولا. نجيبوها منا، ما تقولوش ما نقدروش نديروها، حاجات خفاف ونقدر نديروها. انا حبيت نزينهم في هادوما، وانتوما تخير ديروا خيروا واش حبيتوا، تحبوا دي فيغين صغار. انا نحكم غوستو سيترون دي بنينه بزاف. رفيق البرنامج اللي راح يرافقني طول شهر رمضان ان شاء الله، انا نخدم به بزاف. نديروها هكا، نحكمو لي بودواغ تاعنا، نديروهم يتشمخو في الحليب. ايه بخي نحكموها، نحطوها راقدة. كل واحد كيفاش يحب، يحب يحط يحطها بالوقفية، يحب كيما حبيتو. انا سألكم الخدمة، نخدمو حاجات بسيطة وسهلة ويقدروا مام البنات صغار يديروها، ماشي حاجه لي تخافي على بنتك ولا تقدر تدخل معاك في رمضان في الكوزينه. نجيبو مغرف، قلت لكم نديرو بابسط الاشياء. نديرو لاكريم تاع الماسكاربون، ريحتها راهي تشهي. اي ابري اي ابري ما نديرو لا كريم، نزيدو نديرو لا كريم اللي درناها، لا كريم دو سيترون. نحطوها تانيك، تجي قرصة تمسح القلب واحد صايم، تجي بنينة. بعد الفطور نحبو ناكلو حاجات قرصين. نعاودو نديرو فوقها تاع الماسكاربون، نعاودو نديرو لا كريم تاع الماسكاربون بغوستو. اللي ما تحبش السيترون تقدر تغيرها، ماشي لازم. نقدروا في بلاصه لا كريم تاع السيترون نديروا لا تاع لا فريز، وكي نديروا لا فريز نعاودوا نبدلوا ميم لا كريم تاعنا باتيسير، نديروها فريز. نعطي لكم لا غوسيت كاش نهار نعاودو نديرو تاع الفخاز. انا نروح ندريسيهم ونجي نوريهم لكم في طبق التقديم. قعدوا معنا ما تزابيوش.
عدنا مشاهدينا الكرام في طبق التقديم. راني كملت لكم وحطيتها لكم، تشوفوها كيفاش ولات في النهاية تاع الوصفة. هاي ليك التيراميسو، نبدأ بها ولي كروكات تاع الصح راكم شفتوهم قبل. نقولكم تابعونا كل يوم على قناة الوطنية تي في نينا في الكوزينة، كل يوم نجيب لكم وصفة كل يوم. على بالي بلي اليوم أول رمضان راهو غالبكم وغالبني رمضان، مي غدوة إن شاء الله نجيب لكم حاجة خفيفة وحاجة مليحة لتساعدكم ونديروها. دمتم سالمين.